بسم الله الرحمن الرحيم، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ بقى انا هعمل اكله كده بسيطه، هنعمل رز على فول اخضر، بس الرز صياديه. فانا عندي زيت على النار وبصل مقطع وهنزل على الزيت، وانا عايزه احمره لغايه ما يحمر عشان انا هعمل رز صياديه، واول ما يتحمر هنكمله مع بعض ان شاء الله. كده بقى البصله وصلت للون اللي انا عايزاه اهو، عشان الرز يبقى احمر اهو. وانا غاسله الفول بتاعي ومصفياه حلو قوي. هنزل، لا معلش دي غلطه مطبعيه. هننزل بالميه على البصله اهو، على قد عقد الرز بتاعي، وحبه ملح ورشه فلفل اسمر اهو. واول ما تغلي بقى هنزل بالفول كده، واول ما تغلي هتنزل بالفول بتاعي كده. الميه غليت معايا، بس انا زودتها كوبايه ميه عشان كده ما بتغليش قوي. هنزل بقى بالفول عليها اهو، واسيبها غلوتين اتنين، لان انا مش عايزه فوق الفول يستوي، لانه لسه هيستوي مع الرز. غلوتين اتنين واروح نازله عليه بالرز. بصوا كده بقى الفول معايا غلي غلوتين. انا لو كنت حطيته على البصل قبل ما احط الميه كان اغمق مني، الفوليه ما بقتش خضره كده، عشان كده انا حطيت الميه وبعدين الفول. هنزل بالرز بتاعي اهو. صدقوني اكله جميله جدا في الشتاء وبتدفي وجميله، جربوها بس. مقدار الميه مقدار الرز اهو كده، وغطي عليها، واول ما تشرب ميتها هوطي كده يا حبايبي. اهو الرز اتشرب ميته، هوطي عليها واسيبه بقى ما يستوي خالص. والفول اخضر زي ما قلت لكم عشان ما حطوش البصل. بصوا يا حبايبي كده الرز اهو بتاعي استوى ومفلفل وجميل. هنغرف بقى اكلنا مع بعض، وبالف هنا على اللي جربوا وجربوه. كده بقى الرز والفول بتاعي، وده الكرات والبصل الاخضر واللفت، واحلى اكله بقى تدفي في الشتا ده، وبالف هنا وجربوه مش هتندموا. ادوقه لكم اقول لكم ايه رايي. جميل. عايزه اقول لكم الفول لو ناشف ادوله اكتر من غلوتين، لكن انا الفول بتاعي عشان طري اديته غلوتين بس. وما تنسونوش بقى في الاشتراك واللايك والشير، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.